هذا الموضوع ليس بضرر على الحكومة وليس بضرر على العاصمة باستحداث وحدات إدارية جديدة أو وحدات سكنية، لأن كما تعلمون أغلب الدول المجاورة هو تذهب بالبناء البناء العمودي، ولكن فقط في العراق يكون بهذا الشكل. وإذا ذهبنا إلى استحداث وحدات إدارية أخرى سكنية فلا ضرر بها، ولكن أن تكون هناك موجودة خدمات التي هي أبسط مطلب للمواطنين. ومع الأسف نحن في العراق نعاني من قلة الخدمات بسبب سوء الإدارة في الوحدات البلدية وأمانة بغداد وما شابه ذلك.